أهلا ومرحبا بكم حبابي في هذه الحلقة الجديدة وقدمها لكم من قناتي قناة أحمد أرتس طبعا ردا على بعض الأسئلة اللي جتني على القناة بخصوص هذا البرنامج من تلاحظون على الشاشة اللي اسمه سكتش بوك أب آه أوتو ديسك بوك هذا برنامج جدا راقي وممتاز برسم الديجيتال. آه لكن جتني بعض الأسئلة بخصوص كيفية إدخال الصورة وتغيير حجمها او مثلا بعض الاسئله تجي مثلا كيفيه تغيير حجم الصوره بعد ما خلينا بعد ما دخلنا الصوره بالبرنامج فراح هذه الطريقه ان شاء الله اول ما نسوي شنو نفتح البرنامج طبعا وننقر على هذه العلامه اللي هي المسطره ونسوي امبورت ايمج بعد ما رحنا نختار الصوره المناسبه من الجاليري اللي انتم تحبون تستعملونها مثلا يعني مثلا نختار هاي الصوره صوره التفاحه فهسه حاليا احنا نقدر نكبر ونصغر بس مجرد لمس الشاشة يعني نقدر بال بأصابعنا نقدر نحكم الصورة نفرها ونقدر نكبرها ونصغرها حسب ما نريد فمثلا إذا عجبنا هذا القياس وخليناه بهالوضع هذا ندوس على علامة الصح الخضر الفوق فبعد ما نقدر نكبر ونصغر بس مجرد نسوي زوم وزوم اوت يعني للكامبس كلها فإذا أردنا مثلا نرجع ونصغر الصورة أو نكبرها أو نفرها لازم نرجع وننقر على هذه العلامة مرة ثانية وندوس على ترانسفورم ننقر على ترانسفورم هسه نقدر نكبر ونصغر الصورة مثل ما كنا نسوي بالبداية فمثلا على سبيل المثال أنا أريد أكبرها هيك وإذا إذا كبرتها بهالحجم هذا وطلعت من الورقة وندوس علامة الصح راح تنقص يعني انتبهوا اذا كبرتوا اكثر من الكانفاس اكثر من الورقه ايش راح يصير هسه اذا مره ثانيه ترجعون وتصغرون تكبرون راح تنحذف الحدود يعني هسه بعد ما اقدر آه، آه، يعني حدود الصوره اللي بالبدايه كلها راح لا اختفت لانه كبرناها اكثر من اللازم فانتبهوا الى هذا الشيء اذا اردتوا بس مجرد تكبيرها وتصغيرها آه، بوسط الورقه فقط يعني لا تطلعونها من الورقه الا اذا اردتوا تسوون يعني كروبينج يعني تقصون يعني تكبرون الصورة تخلون بس التفاحة مثلا هسه مثلا راح اكبرها خلي بس التفاحة هيجي خليها هيجي وانا بسوي علامة الصح صار هسه صار عندنا بس التفاحة فقط اذا اردنا مرة ثانية نسوي ترانسفورم تبقى عندنا بس يعني صورة التفاحة اللي راح تكون قريبة جدا وواضحة اكثر فهذا هو الشرح البسيط والسريع اللي حبيت انه اراويكم كيفية طريقة يعني طريقة ادخال الصورة وتكبيرها وتصغير الحجم اتمنى هذا الفيديو عجبكم واذا عجبكم اتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع اللايك لهذا الفيديو حتى استمر وياكم في الحلقات القادمه شكرا لكم والى اللقاء